يقول اسألني ايش ما اردت تسأل وارد لك بساتين بوسط قلبي وارد لك اللي تشوفني اغيب وابعد وارجع وارد لك لان قلب ايدك مو بديك. والله السلام عليكم، كيف الحال يا جماعه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اول شيء شعر المليون انني غادم. ثاني شيء الشباب اليوم مقطعنا مقطع اسألني، ان شاء الله يا ربي يعجبكم المقطع ويكون خفيف لطيف عليكم، وان شاء الله ما تكون الاسئله ثقيله. فعادل مضايفنا انستغرام، يضيفنا انستغرام، اي سؤال بخاطرك اسالني هناك، ان شاء الله راح اسوي جزء ثاني واجاوب على كل اسئلتكم. يعني طبعا ابي اشكركم على التفاعل اللي صار لانه كان في جدا تفاعل كبير. فعاد ما قدرت اخذ كل الاسئله، فعاد خذيت كل الاسئله اللي هي اكثر شيء مهمه او متكرره، فعاد راح اشوف الاسئله وان شاء الله تكون حلوه تعجبكم وليتس جو. نبدا باول سؤال يقول بعيدا عن اختلاف اللون انت وحسن اخوان؟ هذا السؤال كثير تكرر، اقسم بالله انا وحسن ايش لون اخوان؟ لا الخشم نفس الخشم، ولا الجبهة نفس الجبهة، ولا اللون نفس اللون. صدق أخوي في الله وحبيبي وعزيز علي، بس مو أخوان يا أخي، ما يجي والله ما يجي. شكرا. هذا السؤال الأول والله حلو. السؤال الثاني يقول ما هو الشيء الذي تكرهه بشدة ولماذا؟ أكثر شيء أكره، أكثر شيء أكره اللي هو التصنع والكذب. هذول لو طلعوا بإنسان أنا جدا أي اسم الإنسان هذا وأكره وطلع من حياتي، لأنه أتوقع ما في شيء يستاهل إنك تكذب وتتصنع، فعاد خلك على طبيعتك وعاد راح تربح كل الناس. شكرا على السؤال. السؤال اللي بعده يقول افضل يوتيوبر عندك، بس لا تذكر لا ابو فله ولا سيف العسكر ولا ابو عسكر. افضل يوتيوبر عندي انا بالنسبه لي احب الفلوقات واحب السفرات كذي، فعاد جو خطاب يوتيوبر اردني اقسم بالله شيء اسطوري. شكرا على السؤال، والله ما يصير كذي. السؤال اللي بعده يقول ليش خشمك كبير؟ اقسم بالله ما اعرف الصقري شوي يا اخي، انا الحمد لله خلقي تربي، شو اسوي يعني خشمي كبير شو اسوي يا اخي؟ بس والله بالله كم من عشرة. السؤال اللي بعده يقول لو ما كان اسمك يوسف وش كنت بتسمي نفسك؟ اسمي جدا جميل، بس لو ما كان اسمي يوسف اسمي نفسي عثمان، احب اسم عثمان. شكرا على السؤال. سؤال اكبر غلطه سويتها في حياتك. اكبر غلطه سويتها في حياتي اني ما فتحت يوتيوب من بدري وتعرفت عليك. يا الله الله مو طبيعي انا. ما عندي سؤال. يقول ما عندي سؤال بس طلع لي بالمقطع. حياك تفضل تفضل. طلعت بالمقطع روح العب فيه. السؤال اللي بعده يقول هو يقصد هل فكرت تتزوج بهذا العمر؟ انا ابدا ما فكرت اتزوج بهذا العمر، كلش تحت 25 انا ما راح اتزوج. شكرا على السؤال. السؤال اللي بعده يقول انت يا السؤال اللي بعده يقول انت شيعي ولا سني؟ يا اخي ايش عليك يا اخي؟ اقسم بالله يعني لمتى احنا العرب تظل كذي؟ ولا الدول الاوروبيه صار في ناتهم مجازر وملايين الناس ماتت، والحين عرفوا ان في التجمع قوه وفي التفرق ضعف، ففي التجمع يا اخي خلاص يا اخي، لمتى احنا شيعي وسني وعراقي وسعودي وكويتي ومصري واردني؟ خلاص كافي، ليش ما نطور نفسنا؟ ليش ما نصير نفسهم يا اخي؟ حتى حدود ما في بينهم، كله شيعي سني وهابي، ما ايش فيكم؟ ما راح اقول لك شنو انا عكرها والله عكرها. كم عمرك؟ شكرا على السؤال. لا مو انت، هذا عمري 22 سنه ان شاء الله. شكرا لكم ان شاء الله. ليش بس عمري 22؟ اوكي. حياتك مع الشهره حلوه او متعبه؟ وهل انت راضي عن هالشيء؟ شكرا. وش شكرا على السؤال. ثاني شيء حياتي مع، انا مو مشهور ترى، انا عادي للحين اشوف نفسي، وحتى لو انشهرت ما ابي يعني ما ابي اسوني مشهور وكذي، ما ادري احب اظل كذي نفس ما انا حالي حالكم، بس جدا الشعور جبار وقت كذي الناس تعرفني وكذي والناس يصيرون طالعون او شيء كذي، بس يعني الحمد لله. عطني موقف محرج مع ابو فلة. والله مواقف كثيره، لكن اكثر موقف صراحه محرج اللي هو كان كنا نسوي مقطع على تحدي اللي يخسر يغني بمول كذي قدام ناس، فعاد انا خسرت وغنيت قدام 2000 شخص. الله يهديك يا ابو فلة، المقطع راح تشوفونه، راح انزل جزء منه. اقسم بالله اكثر موقف انحرجت فيه بحياتي. شكرا على السؤال. واحد اثنين ثلاثة روح. هذا كان سطر على بالي وبعده مع السبني الهوى، هذا كان ربي من خيالي وعلى بالي نرجع دوا. يقول لي في منك عتوت؟ لا والله صديق اخر حبة. الله شكرا يا اخي، اقسم بالله خشونا واحد بالك تونا كنا نضحك وفي منك هذا يسألني يقول لي ما تصير إنسان، بس أنت تصير إنسان أنا أصير إنسان يا حيوان.
أنا آسف. السؤال اللي بعده يقول ما هي القدرة الخارقة للطبيعة التي تتمنى امتلاكها؟ الله ما أسوي كت. القدرة الخارقة للطبيعة التي أتمنى امتلاكها صراحة التخفي، أتخفى، أشوف أروح وين ما أبي، أشوف شنو أبي، أسوي شنو بخاطري، أشوف ناس شنو يسوون من وراي، كل شيء كل شيء. التخفي. شكرا على السؤال. كم طولك؟ والله طول الحمد لله 1.80 متر، تمنيت يكون 1.85 متر لكن الحمد لله أتوقع 1.80 متر زين. شنو طموحك في الحياة؟ والله السؤال جدا جميل، شكرا على السؤال. طموحي بالحياة أني يعني الله يطول عمري وأعماركم، بعد عمر طويل أموت والناس تذكرني بالخير وطيب السيرة ومن هالكلام هذا، يعني الناس تذكرني بالخير. شكرا على السؤال. كيف تعرفت على أبو فلة؟ والله هذا السؤال جدا طرح عليه. تعرفت على أبو فلة عن طريق خوي سالم اللي هو أبو عسكر، ندرس أنا وسالم مع بعض بالمدرسة، بعدين طلعنا وطلع وجاب أبو فلة معاه، ويمين يسار يمين يسار، وحين أنا من أعز أصدقاء أبو فلة. فشكرا يا سالم ويا أبو فلة ويا أنا. أوكي، هذا السؤال يقول هل صادفت مرة فانز لك بالطريق أو حد طلب منك تتصور معاه؟ ومتابعك من الجزائر، متابعتك من الجزائر بتوفيق لك. شكرا متابعتي من الجزائر، وشكرا لأهل الجزائر وكل الوطن العربي، والله كثير الحمد لله، شعور جدا جميل. أول مرة كانت حرمة معاها عيالها 3-4 كذي، أبو 16-15 سنة 12 سنة، فعاد كان شعور جدا غريب وخجل. شعور حلو يا أخي، شعور حلو خلاص يا أخي. شكرا. إيش أكبر مخافك؟ أكبر مخافي صراحة أنا بالنسبة لي أكبر مخاف إن أموت وأنا مو على طاعة الله. إن شاء الله يا ربي أسألك حسن الخلق وتوب نصوحة قبل الموت. شكرا على السؤال. السؤال اللي بعده يقول لو عاد فيك الزمان هل ممكن راح تختار نفس أصدقائك؟ أكيد، ولو فيدي أدبلهم. أنا جدا أعشق أصدقائي، شكرا لكم لكونكم أصدقائي وأنتم بعد أصدقائي. السؤال اللي بعده يقول تشجع أحد في الكورة؟ إيه طبعا، أشجع الأهل السعودي والعرب الكويتي وبرشلونة. أنا إنسان متعصب بالتشجيع، لا حد يقرب صوبي أبدا، والله ياخذ غريزمان. ليش أنت وشخصيتك وغلاتك عسل؟ سؤال من زمان أفكر فيه ومحيرني والله. شكرا يا أخي على السؤال، والله جميل جدا، والله أنت العسل. والله أنت إيش أقول يا أخي، أنا كذي طبيعتي كذي شخصيتي بعد يا أخي، خشنا مدري الحمد لله من الله. شكرا يا مدري شو اسمك. شكرا. منو أقرب الناس لك غير أهلك؟ أصدقائي أكيد، أصدقائي جدا قريبين لي. اللي بعد يقول ليش بغناتك أحسك خجول وبغنات أبو فلة العكس؟ أنا رجال اجتماعي، أنا تحطني مع ناس سيدة أغلم معاه، تحطني مع أسودة أغلم معاها، تحطني مع حمير همت أغلم معاها، بس بروحي أخصب بالله حمار يا أخي ما أعرف بروحي كذي ما أدري شو يصير فيني، لكن مع الناس تحطني وخلني على يمناك أخصب بالله تشر الدنيا. والله بس شكرا. وكذي يكون وصلنا نهاية المقطع، إن شاء الله نال إعجابكم. خذيت قد ما اقدر كثير من الاسئله، بس ما اقدر اخذ كل الاسئله لان جدا كثيره، فشكرا على التفاعل اللي قاعد يصير، وان شاء الله يعجبكم المقطع. واذا تبون مقطع جزء ثاني طبعا بعدين اكتبوا لي بالتعليقات تحت، والمضيف في انستغرام بضيف في انستغرام، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودعاء. السلام عليكم.